سمي. وعطاك كل القروش؟ هو أعطاني قروش وبغى يزيد بس أنا عييت. ليه؟ ليه؟ هذا معها خير، معها قروش واجدة، ما أدري وين يوديها فيه، كان خذيتها. يا بنت الحلال بتزين الأمور إن شاء الله، أنا بتزين. حسها وعدك يوم ثاني بس. اي وعدني الاسبوع الجاي بيعطيني ان شاء الله، الظاهر والله اعلم ان السوق زاله. اذا جاك خذ منه، خذ لا تسكت. سمي. لا تقول ما بي، خذ. سمي سمي. قول يا بنت الحلال انا فيني جوع، اعطوني عشاي. ايه العشاء والله طقنا انا يا بنيتي الجوع، وقمنا كلنا القدر اللي فيه كله، بس بقينا لك القرارة، كانك تبيها عنها في المطبخ. الله يجعلها بالسم إن شاء الله. زين أعطيني الحكاكة. سلم. ولا تعدى على أبوي. طبعا أبوي خلاني أتكلم لأني أمون عليك. الله يحييك. إحنا والله وأنا أخوك جايين نخطب. الله يحييكم إن شاء الله. أنا والله ما أنصحك أنك تأخذ بنتي. أفا ليش؟ وش فيها؟ مريضة؟ أبد والله ما هي مريضة، لكن عاد أبيكم تسترون علي في الكلام اللي أنا بقوله لكم. أنا الله كاتب علي وتزوجت حريمة إنسانها طويل ولا تحترم ولا تقدر وقشرة قشرة قشرة، والمصيبة وأنا أخوك أن البنت طلعت على أمها. والله يا أخوي صقر، حنا ما جينا نخطب إلا يوم إني عاشرتك وأنت راعي أمانة وراعي ذمة وخوتك تنشرة، وسمعت إن عندك بنت، قلت والله هذا اللي أتشرف إني أخذ بنته عشان يجيني ولد مثلك وشرواك، فقلت أبى أتقدم وبخطب، ومن ناحية القشارة ما القشارة هذه خلها عندي إن شاء الله، أنت بتتسنع وبتزين أمورها إن شاء الله، بس أنت قلت أم. والله إني ما أكرهك، والله إني أحبك، لكن ما أودي، لكن أنت مصر على الموضوع. الساعة المباركة حياكم. الله يحييك ويبقيك. الله يحييك. أقل ونبي بعد كسوتنا لخالتها. أنا ما دريت إن عندها خالة، بس إن شاء الله إن شاء الله بجيب لها كسوة. وبي بعد لجدتها، أخاف تزعل. هذه عاد أم الغالية، وإن شاء الله بنجيب لها كسوة تبيض وجيهنا. طيب والأمها حلوة اللبن؟ عاد الأم خليها علي، وإن شاء الله أجيب لها الهامة والرشرش والغوايش، وإن شاء الله تكون راضية علي إن شاء الله إن شاء الله. الله يغنيك يا ولادي ويكثر خيرك ويوفقكم يا رب، يرزقكم البنت الصالحة. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك. طلق تزوج الهنوف وراح لدير الطلق طبعا، ومن اول ترى عايد ان المرأة تعرس وتقعد شهور ما تشوف اهلها، بعضهم تقعد نص سنة سنة ما شافت اهلها ولا تدري عن اخبارهم حتى. راحوا لدير الطلق وعاشوا فيها، وصقر ومرته عيده ما يدرون وش حال بنتهم، وانقطعت الاخبار عنها، وطبعا حيب انهم على ما قال مع اول شهر وثاني شهر يروحون يتنشدون، خلوها لين انها ترجهن هي وزوجها وياخذون على بعض ثم ينشدون عنهم. عيده كانت تصر على صقر انه يروح يدور بنته ويبحث عنها ويشوف وين ديرتها وين شدوا له وين راحوا، اشتاقت لبنيتها وجعل والدينها في الجنه. الين قرر ابوها انه يتوجه لهم، راح للديره اللي هم فيها ونشد عن البيت وطق عليهم الباب. يا مرحبا يا عمي، شلونك؟ شلون عمتي عساها طيبة؟ الله يبقيك ويسلمك يا ولدي، أنتوا حلالكم غبتوا علينا وعمتك ولهت على بنتها. الله يطول بعمرك أنت وعمتي وبنتها، طيبة طيبة إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. هلا أبوي. هلا يا بنيتي. حياك. شلونك؟ إن شاء الله طيب. الله يسلمك. شلون أمي؟ سم
سلمتي. أقول أنت اللي زينت القهوة؟ إي يا أبوي، أسوي القهوة وأسوي لك أحلى قرصان. ما شاء الله طبعاً. ها طلق تامر على شيء، تبي شيء؟ أبي سلامتك، بس عجلي الغداء لأبوك، ترى جاي من السفر. يلا ترخص منكم. عجلي الغداء. هذه بنتي؟ هي هذه بنتك يا عمي، وأنا قلت لك بخليها تاخذ طبايع أبوها. والعود منور رقصة. العود منور رقصة؟ أبيك تعلمني شلون، شلون؟ علمني. ويقوم طلق ويشرح لأبو زوجته اللي صار بالتفصيل من يوم ما طلع من عند بيتهم بالديرة وراح لديرته. قال طلق: أنا يا عمي أول ما طلعت من عندكم ما خليته تركب الحمار. قال: شلون؟ قال: اسمع، جايك العلم يا عمي، خليته تجر الحمار والأغراض على الحمار، وكل ما قامت على ما قال تطيح وتبتشي. قلت: ولا كلمة، تمشي مثل ما نمشي. يقول: قمنا نمشي حنا وياها، نمشي حنا وياها، نمشي حنا وياها، ألين وصلنا ديرتي الأولى. قالوا: هي ماشية الهنوف. قال: إيه يا عمي اسمعني أكمل. يقول: يوم جينا وراه يدقر الحمار، وجه الحمار ودفدفه وجهه بالخيزرانة، يوم دقر عليه يمشي، وأنا اللي يسحب السيف وقص راسه قدامها. قلت: يلا شيلي يا الأغراض اللي على الحمار وخذيها معك، وانت اللي بتوصلينها للبيت. قال عمه: وهي عروس يا طلق. قال: وش يردها يا عمي، العود منور ركزة، وهي لي والله تمشي وتبتي شوي تبتي شوي لين وصلنا للبيت. يوم نحن وصلنا وفي نفس اليوم ونادي ربع لي واجيب لها الذبيحة واقول: يلا هالحين تذبحينها وتصلخينها. ما اعرف وقامت تبتي وشلون، ما علمتني امي. قال: سوي اللي تسوين ولا تراي أبطبخك محلها الخروف. ولا والله يوم طارت عيونها وحست أن الموضوع جدي بيصير، قال: وانت بتذبح بنتي؟ قال: يا عمي وش فيك، حبول أن نذبحها، أنا بيروعها وبيها تمشي على ما أبي. والله وتذبح وتصرخ وتحوس، ما عرفت ذاك اليوم لأنها أول مرة يا عمي وتقبلت الموضوع، بس أني فرضت رأي. ومن يومها يا عمي والله ما يمديني ينفس إلا هي جايبتني اللي أنا بيه. طبعا صقر قام يفكر وتقول إنه تبوسم ودار الموضوع في راسه. قال: ورا ما أسوي هالشي مع مرتي عيدة هالغثيثة هذه. يوم صقر اطلع من الديرة وهو ماشي في الطريق ما يدور في راسه إلا هالقشرة، وبيسوي فيها مثل ما سوى رجل بنته مع بنتها الهنوف. مبسوط ومنشكح. قال: بس حل 30 سنة هذه في يوم، أبغير كلش. يوم انصقر وصل للبيت وهو اللي معه هاك الخروف وينادي عيده وبنزره بعد ونفس شينه: عيده تعالي، هذا الخروف قدامك، اذبحيه وصلخيه وطبخيه ولا تراني بحطك محله. قالت: بعد بعد حسين جديد. وهي تتله وتفرشه وما بغلاه. سلامات سلامات يا صقر، وش اللي جاك؟ الله يسلمك. من معي؟ أفا أنا أبو سعود خويك. واللي قاعد من جنبك؟ إن الله وإن الله راجعون. وش جاك؟ ما بتن بأحد، أنا لحالي. والله العود، العود منور ركزة. شو؟ ايه العود منور ركزة. انا ما قلت لك لحد يجي يزورنا؟ وشو كل شوي واحد يزور؟ وانت يا ابو سعود ما عندك بيت؟ ما عندك عيال؟ وانت يا صقر يلا لا تتمرض، يلا قم تحرك وعاوني. العود منور ركزة، المبدأ هذا مو بس على زواج، على كثير من الأمور من بدايتها وأساسها تمشي صح.